السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل الله عام صليح. يتقبل منا ومنك كل عمل صالح. تشبيك كنت مخر اليوم. حبيت نرتاح. كملت الدواء اللي جبتهولك؟ بنتي بارك الله فيك، أنت قمت بواجبك. ما أنا علاش هربت من المصحة؟ علاش فديت من دار أختي؟ على خاطر لا من يراني ولا من يسمعني. كي شميت النسمة وشفت هالنور في هالمدينة العظيمة رجع لي شاهد العقل، وقلت برا نخرج للناس ولسندس خاصة، لأني وعدتك بشيء ولازم نتممهولك بإذن الله. وقتاش؟ وقت اللي سهل ربي. اسمعني يا عم سلاح، اهم حاجه تعملها توا تشرب دواك وتقعد هوني ما تخرجش. انا اختك مشيت لها ووصيتها، وصيتها باش ما تقول لحتى حد اللي انت موجود هوني في بنزرت. والشيخ اللي زارك ووعدك باش يجيب لك الوثائق قالك يعرفهم فين محطوطين، هكا قالك ولا لا؟ ايه، لكن انا حسب رايي يعني. حسب رايي انا صحتك قبل كل شيء، يلزمك ترتاح. بنتي انا سلمت في رزق الكل لاولادي باش نرتاح. كنت خايف من الموت مشيت لها، كنت خايف من الدنيا رجعت لها. حبش نثقل على اهلها واماليها. اما الراحه معاكم هي اعز شيء اكرمني به الله سبحانه وتعالى. به يشرب قهوتك ويعيشك يزيم الدليل. بنات اقعدوا في بلايسكم، ما تتحركوش بالكل. علاش؟ استنى. كتبت مدير جديدة تعمل في دورة تحب تسلم على موظفين، رد بالكم. مازال نسمعوا الغرايب ونشوفوا العجايب يا لالا. اسمعني، شفتكم ولا شفتوني؟ قوم دونك بلا ساعتها. اش عاملين يا البنات؟ كالعادة تضحكوا تلعبوا، ما توحشتونيش، ما خليتش عليكم بقعة. بالعكس يا فوزية، ما تصورش قديش البيرو يوحش بلي بيك. وانتي يا نذيرة اش عاملة؟ لاباس فوزية، يعيشك. تعرف شوية اللي عيطولك الشرطة نهار اللي شدوا سي كريم. لباس الشرطة نهار اللي يحكيوا معايا انا قالوا لي ثبت روحك بالكدا يا فوزية. يا اخي كريم هو اللي كلمك بنفسه ولا صوت يشبه له؟ سكت وقعدت نخمم. قلت زعما قول لهم نديرة هي اللي هزت التليفون، ولا ورجع لي شاهد العقل. وقلت مش لازم يمشيوا شي يعيطولها ويحلولها محضر طويل وعريس. زيد معاك يا فوزية، الحق بنتصل انت. ايوه ما كذبش اللي قال عليك بنتصل. وليت وقلت كريم هو اللي كلمني بنفسه، وهذيك هي الحجة اللي شدوها عليه. هو انكر، قعد يحلف بجميع الايمان، قال نهار ما كنتش موجود. الكذاب يكذب. واه راقده راقده، مش انت سمعت بولدك في التليفون؟ انا نذيره، انا ما كنتش موجوده يا بنتي وقت المكالمه. صحيح راقي ما كانتش موجوده نهارتها. الحمد لله هاكا فما فوزيه شاهده. تعرفوا يا البنات قبل ما نمشي نحب نقول لكم كلمه، لا انا ولا انتوما فيكم الخير. عليه فوزي، على خاطر لو وحده فينا تفكرت مشات طلت على سي كريم ولا حتى هزت له حويجه. شوف حتى انا توحشت القهر اللي كنت عملته فيه في الاداره. قل لي شفت معاك جاتو ولا روز بالدجاج ولا برود ولا مدراش فيه؟ كله قابله منك. جبت لك كل شيء، اما القفره اخذوها مني في البيت. الحقيقه الجاتو ما جبت لكش، بس خير الشيء ما نسمش بعض ما يجيش.
زادت من شيء ينسب بعضه، حتى باش تحكموا عليه يجي ولا ما يجيش، خليت فيها شيء ينسب بعضه. هذا كل فيك الخير، فيك الخير يا نادر. لا لا سي كريم، هذا اش باش تقول؟ قول. عندك باش عرفت شكون اللي قابلك؟ يا خليفه احكي لي على كل شيء. سمعني سي كريم، سمعني. مكسح قلبك، القلب الكاسح ما يخلف وراه كان الاخلاق الكابسه والعروق اليابسه. خليفه جيت ولا عليك؟ ما نحبش حتى حد يجيني بعدك انت، ما نحبش حتى حد يجيني. أنا دو خطيبي. جو بريزونت نذيرة ما كوليك. انشانتي. حطينا وخي انشانتي. شنو هو هذا خطيبي جديد؟ اي جديد. يظهر لي من امريكا الجنوبية، حاسيلو من البرازيل. وخيتي غيرنا شوية، الآخرين مش مبروكين عليا. مش كيفك أنت ترقيت، أنا لا ترقيت لا حتى شيء. راقية. يلعب في الكورة هذا؟ اي عزيزتي يلعب، أما مش في الكورة، في الملايين. قلت لها تو اي جونتي. سالو يا مادو. تشاو. ادوما تشاو. من لقيتو هذا؟ انت تفضل وانت لا. شكون تفضل وشكون ليه؟ راقية تفضل، ادخل البيرو بتاعك اخدم على نفسك. وانت اروح. انت اروح. هذه تعليمات بعد سي طنبوري. علاش؟ اش ثم؟ شو علاش اش ثم؟ سي طنبوري عطاني تعليمات لازم يطبقها بحذافيرها، قال لك روح لداركم حتى الإدارة تبعث لك جواب. هاي ما قلقش، علاش؟ شو علاش؟ علاش؟ ما هو كي يبعثوا لها جواب تلقى علاش؟ هذا ما عندي ما أقول، انتهى الكلام. اسمعي شختي نظيرة، برا امشي أنت روح، أتونجي أنا لداركم ونقول لك الأخبار والبر، برا امشي روح. هاي. قول سيدك الطنبوري جواب ينفخ ويشرب ماء. سمعت؟ انا عندي سي محسن حسون وما ادراك، واذا كان هوني نخدم سكرتيرة مش عجب عنده نخدم مديرة، راهو عنده 20 معمل ولا اكثر. ماذا شكرك؟ فضل اخدم روحك. بي انا ما عنديش معاوة الكلام، اما باش نبلغ الكلام هذا الكل سي طنبوري. سامحني يا انس، شكون تحب تقابل؟ سي محسن حسون. اسمه كامل محسن حسن حسون. سي محسن احسن من حسني حسني حسنت اليوم. الاسم كامل من فضلك وموضوع المقابله. قولوا نذيره، نذيره خطيبه ولد خالتك كريم. متاسفين يا انت نذيره، ما نتصورش كان سي محسن مازال يقابل الصغار. شنو ما نظنش، شنو ما تتصورش؟ يا ولدي قيمة برشيب اللي قدامك. لكن يلا نذيره، المعلومات اللي اعطيتهم لي ما هماش كافيين للمقابله. قولوا نذيره، اللي مثلت دور اختك في عرسك، اللي جابت لك بقيه العائله ولمت لك الطامه والعامه. اذا كان هكا يا نذيره نشوفوا. سامحني، موضوع المقابله شنو؟ قولوا سي طنبوري طردها مدير الاداره بسبب ولد خالته كريم، تحب تخدم هوني الشماته في سي طنبوري. لحظه من فضلك. ملا معمل شيق لي بالراس، طوينا باش نخدم نخدموني هنا متاع هذا. شكرا.
متأسفين برشا يا نذيرة. سي محسن ظهر لا يعرفه ولا شافه ولا عنده ولد خالة أصلا، وقال اللي هو ما عندوش ليك خدمة، وقال زادة طردوه إذا كان ما حبتش بالسياسة كلمونا شرطة تجي تهزها للحبس. كمات واضحين باينين كما قالهم لي سي محسن وقيدتهم أنا في هالكراسة اللي عندي. عجب، سي محسن قال هكا؟ الورقة اش فيها؟ خذ اقرا. قول لي انت اش فيها؟ طبعا نقراها. هذه يلا الورقة اللي حربنا عليها الدنيا وشوية اللي خرجنا من عقولنا باش تحصلنا عليها. قول للتوكيل. بالضبط يلا سندس التوكيل. مبروك مبروك. هو عملوه لك كيف ما قلت. تعرف اش قال لي الحاج بعد ما كلم المحامي؟ قال لي التوكيل هذا تنجم تبيعني بيه وتشريني. صحيح عنده الحق الحاج، توكيل شامل تنجم تعمل بيه اللي تحب. باهي توا هنا تحصلنا عليه سي التوكيل هذا، اش باش نعملوا بيه؟ ما عندنا ما نعملوا بيه. خذ تفضل خليه عندك. شنو خليه عندك انت؟ مش انت اللي تحب عليه؟ ما حشتيش بيه هنا توا، هو باسمك انت لازم يقعد عندك. حيرتني والله العظيم حيرتني، والله بردت لي عزايمي توا. شو مش نقطعو؟ ليه ليه هات هات نقولك شنو نعمل بيه. نتوي هكا في أربعة نحطو في مكتوب الفيستا وسكر عليه الفلسة. أنا نصحتو يزيد يكمل قرايته وياخد دكتورة. وقتاش باش ياخذها دكتورة؟ 4 سنين 5 سنين إذا طالت هو مجهوده. أما أنا نعرف اللي ذهب خدام ينجم يخوها حتى قبل. قلت الحق يا بنيتي، أنت لازم تخدم وتكون روحك حتى هو يكمل قرايته. قلت لي شنو اللي زربكم أنتم؟ والوجه بالكل على خاطر ما لقاش خدمة. أنا رايي نكلمه محسن تو يخدموا معاه. الذهبي أنا نعرفه مستحيل يقبل، هو مهندس فلاحة وتحب يخدم في معمل بتاع لوحة. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام بابا القاش. سلمك وليد. كيفاش صبحت اليوم؟ إن شاء الله عليك الخير. صبحني ما صبحتش عليك اليوم، خرجت مزروب. سماح وليد. نعم تخرج ديما بكير برشا. يا أخي شكون ينجم يلوم عليك؟ تعرف شكون نحكيوه؟ لا إن شاء الله خير، هاني تو مزيت كي دخلت. كنا نحكيو على السي ذهب. إي. وفي بالك ما لقاش خدمة. إي. نطقت بليه قالت علاش ما نشاوروش سي محسن يخدم معاه في المعمل. وش خاص كان يقبل؟ المعمل حاجته بألف واحد كيما الذهبي. والله بسلامة راس بابا الحاج. المعمل عامله للعائلة كل. يعطيك الصحة يا محسن. حسينه زايد، زايد معك. أنتم ما تحبوش تسمعوا كلامي، الذهبي أنا نعرفه ومستحيل يقبل. هو ما يحب كان الفلاحة وما يخدم كان في اختصاصه. لا ما تقولش هكايا يا شهناز. قولي أنت بركة فين هو تو نجيبه حتى من بلاد نتاعهم. تو الذهبي واحد منا محسوب، وانا ماذا بيا يشد معايا شويه في المعمل خاطرني تعبت، ولا تعبت يلزمني نرتاح شويه. والمساله هذه خليوها بيني وبين شهناز. سامحوني نمشي ناكل فم، جعت. دلال رحت انا راجل تحط له بياكم. حاشي عندك في كلمه. تفضل. محسن راني قاعد نشوف فيه مش لاهي بروح، ماهوش لاقي الوقت باش يجي حتى سوريا ولا كرافات. والله بالمجد انا بدي وليت نقول لي يا اخي فلوس هو اللي يحط فيه. ما تعرفش تعمل، عمل له اليوم مفاجاه. اخرج انت واختك شهنات شري له كسوه ولا اثنين، سوريه ولا اثنين، وزوي صبات وما لازم. نعرفه ما يحبش يا بابا. قدام مره نقول له
يقول لي انا ربي خلقني خدام، نحب نموت خدام، تحبني انا نغصب عليها؟ ما شكون يا بنيتي؟ يا اخي انا ولا انت اللي مرته؟ والله الطفله هذه توجه. انت طالعه في الدروج ومنير ولد عمك الصادق كلمك في التليفون وعلق باقي السنة في جواب ويحتج. ساعات راك تبكي نقول هذه سندس قلبها ابيض ورقيق كي قلب الخصر، وساعات نشعر اللي انت ماك سندس الملايكه اللي نعرفها. احكي لي تراه كيفاش الواحد عمره ما يعرف روحه. حتى انا ساعات نحس اللي داخلي زوج سندسات. تسمع كلامي، اكتب له توا كلمتين وارميهم اليوم في البوسطة. منير ما نحبش نكتب له على خاطر عندي معاه كلام طويل وعريض ولازم يفهمني قبل. عندي شروطي وعندي مشاكلي، المحبة تتبني على صراحة. اسمع، إذا كان هو قل له كلمة هنية حاشك. تحبني مثل عليها؟ لو أنت ما تحبوش. نحبه أما مش نفس المحبة اللي في راسه هو. ألو، ظنيتك منير ولد عمي، فما حاجة جديدة؟ وقت ما تحب، ساعة أخرى نكون في المعهد. أي بسلامة. بسلامة. مش منير، واحد آخر. هاي خليني نمشي. سي بحر هيش. لازم نتبعها باش نعرف سبب بدائها وما وين يصل. هي بالطوموبيل وانت على ساقيك. ما تخافش عليا يا زهية. والله يا زيدون يا وليدي انا حرت معاك. تو كيف ماك جيعان تيل واش تقول لي حط لي نفطر؟ تو ناقصه قاد يا وليدي، انا هاني النهار الكل هي بختك. شكون من اخواتي الكبيره ولا الصغيره؟ اختك تيدا الاولانية هاني مازال كيف ولدتها. تحب لي ليه نجيب لك واحدة اخرى تلعب معاها؟ قصدي انت فهمتو يا امي، اختي الكبيرة اللي تحرمت منها ومن اللعبة معاها كما تقول. اعمل عقلك زيدون، انت ولدي البكر، شيش بيك باش تقلب لي مخي يا وليدي؟ انت مخك تقلب، اما انا ما عاش عندي مخ، حتى بابا ما نعرفه شكون. بوك الله يرحمه، وانتي تعرف؟ نعرف، أبن حم نعرف أختي زاد أبوها شكون. سمعتوك، حي يرزق. يرزق، علاش ما يرزقش؟ مدامني أنا اللي ندفع. أما أنا ما سألتكش على باب معتوق يا أمي. زيدون، عيب، وليت تمزعينا وتتبجحة؟ أنا أمك راني، أنا اللي ولدتك وكبرتك، وعلى خاطرك. الله ياخذ بخاطرك يا أمي. مش قلتو كان نعمل حكم ونبدل اللقب تاعي؟ عندي الحق ولا ما عنديش؟ حاج مملوك مازال يبعثك الوقف في القفل مليانه والنفقه اللي هي صدقه ولا ديه؟ نحسبوها ديه وهديه مش خير؟ وانت مين تعرف؟ انا بالذهبي. شنو احوالك؟ لاباس عليك. لاباس؟ رجال، هاي تفضل 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 اقعد. لا لا والله لا، ما تقعد كان في الكرسي غادي. احنا ماك تعرف ما عندناش الوقت باش نقعدوا. المشي والجاي والخدمة وما قالت الناس. لا مستحيل، مجرد زيارة، شاي ناس قالت لي اللي أنت تنشد عليا. صحيح. حبيت نعرف إيش فهم. شو ذا؟ أنا ماذا بيا تجيب حذايا هوني في المعمل. تعاوني شوية. حتى لين تلقى الخدمة اللي تساعدك. وش عندكم اي تخدمها هنا في مجال الفلاح؟ عنا. عندكم الفلاحة؟ عنا فلاحة الناس، عنا فلاحة البشر. سامحني، عمري ما سمعت بفلاحة يسميوها فلاحة الناس. شوف، الخدامة اللي عنا هوني يلزمهم حد ينفض عليهم الغبرة، يسقلهم يزبرهم، وإلا يقلعهم ويغرز غيرهم. أنا نخدم هذا؟ شبيك خفت؟
انا عمري ما خممت نخدم في المعمل غير سمعت كلام شاهيناز. شفت خوك شيعاني سي الحاج ممدود في فرش وشايخ مرتاح وانا نكلت ليل ونهار. ربي عينك ربي عينك. ايا ذهب ايجا ايجا نعمل بيك دوره في المعمل ونعرفك على الخدامه. لا مستحيل، شاهي ناس قاعده تستنى فيا ويلزمني نمشي لها. باش نمشيو لشركه في لاهيه باش نزولهم مطلب نتاع خدمه. خليك كي تستحق لي تعدالي يا ذهبي. قلت لك الجميعه شويه اللي عملوا لي ابره في جنبي. واحد مهندس يقعد لي عس على الكبيره والصغيره وين يمشي سي محسن وين يجي وحوايجي في البيرو سويه اموري اسراري. التوكيل؟ لا التوكيل ما بيش لعب معاك. نحبك تحطه في بقعه بعيد على اليدين وعلى العينين. انا ديما في النهار نحطه في البقعه اللي حطيتها انت فيه في الجيب اليمين، وفي الليل وقت اللي نروح ناحيه الدنجري نحطه في الخزانه ونسكر عليه بزوز مفاتح. هكاك نحبك. تعرف علاش؟ على خاطر واحد كيما الذهبي كان يحط ساقه في المعمل تعرف شو يعمل؟ وش عنده ما يعمل ذا؟ يحط واحد كيفك انت في الحبس. شو الزنزة أول مرة نسمعك تحكي على الحبس؟ أنا راني مانيش كريم ولد خالدي كلبوهالي مازال يمن بصحايا ينعجع معبي بالعفافة والنظافة. يا سلام يا حرار يا رئيس البحرية، بابا سلم يا حرار يا رئيس البحرية، وانا جيتك على الاكتاف روح لرجلي، بابا سلم يا حرار يا رئيس البحرية. بابا صباح الخير. صباح الخير. رد بالك على روحك. ادخل ادخل. لا مجد زوز. عسلامة مدرسة. عسلامة. عسلامة. لباس. شنو حوالك؟ الحمد لله. الحمد لله. شفت أمي دوجة متعة كان باش تقول لها مشكلة جراية راكو أنطونيو. كان باش يعطيها فليجة معبية بالفلوس. يا لطيف. صحيح هالكلام؟ صحيح. وكان مكذبتني تنجم تسأل أخته اللي تسكن في المرسى القديم. توا جيت قدام دارها نسمع فيها تبكي برشا كراها واقفه قدامها. استرنا ربي يا وليدي وهي كي البهلوله كي طايشه. انا طايشه يا عمي. تسمع في كلام الامجد؟ ما شفتوش هكا النهار كيفاش عمل لنا فضيحه قدام الدار؟ في غير احنا ما حبيناش نقولوا لك. المجد يا عمي انا بعيني شفته يتبع فيها حتى للدار. انت يقعد واسكت. اسكت ولا ابوكم يسمع. وكان يسمع شقاع لانطونيو ولا ما يهبط ما في عينه بلا. اي شو قالوا انطونيو يا عمي؟ مش كلمك وسمعته بوذنيك بالتليفون من ايطاليا؟ انا اللي كلمتها من تونس ما هوش انطونيو. ما حبيتكش تقعد متحير عليه. اما هو كان حاب يهرب من غير ما يقول لك. شدوه في الديوانه. نعرفك نعرفك ما تحبوش. اما والله ما نكون ماشيه لو ممكن احكي لها لك. هيا يا بنتي وطي صوتك وطي صوتك لابوك يسمع. باهي والله ماكش عارفه باقي اللي مجد على الجهه. وعلى الجهه؟ احكي لهم يا لمجد. احكي للمتعة اللي عاملت لي مجرم يعيش معايا في الدار ياكل ويشرب، واللي فاتك اغرب تموت عليه وتحب تاخذه. مجرم؟ شو الحكايه؟ اي احكي احكي. انطونيو كان خارج من تونس مهرب فلوس لجماعه اجانب وتوانسه. شدوه في الديوانه وتوا في الحبس. والفليجه اللي فيها الفلوس كان باش يعطيها للا متعة. صحيح ولا؟ صحيح. هو جيب لي فليجه اما انا ما نعرفش اش فيها وما مشيتش معاه مشى وحده. يا ولدي يسترك ما تخرج هالخبر. عنده الحق سيد قبلانكو يضحك علينا. فهمش نخبي وجهي انا من الناس فين ترى. نمشي يا مدوج. وهي الجريده اقراها كنت تحبوا اكثر تفاصيل. اش من تفاصيل؟ مازال عندنا مفصل هو. ثلاثة أربعة خمسة يا شباب
ستة العام سي معزوم سبعة ثمانية تسعة يا أخي هذا تقريب عمار السمسار ولا عينيا تاخذ تعطي؟ هذاك هو عمار السمسار بيدو عجيب. اي نعم طلعت له طلعه واحده الناس كل حيره فيه. الراجل قعد بالقام ولا من اصحاب المليارات. قال لك تو يا سيدي يبني في الديار والعمارات ويبيع ويشري. سبحان ربك يعطي رزقه. سبحانك والله يا شباب كان حد اخر قال لي هالكلام من صدق. عمار السمسار اللي كان يسكن في الخشش تحت الارض يولي يركض في سياره كيف هذه ومعاه شيفور ويهبط يحلوا الباب وضخامات ويتهنكر شو ويفيش. يقولوا لي واحد صاحبه دبر عليه اشرى ارض في لحيه كبيره بلاش فلوس. الله اعلم كيفاش دبر راسه. قسمها اراضي للبيع تبنات فيلات يا اخي تباع بحقه. يكون شي زعمها كي صاحبنا الخضار مشى يعمل فيه عمره في روما. شكون هو اللي تبع حدله؟ هذا ما يكون كان سي معتوه. ايوه تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هذه فتك من مرتك الجديده؟ اي درعيه خفيفه هذيك نرجس. يا شباب جيب حاجه لسي معتوه وجيب جازوز النرجس والبنية الأخرى. يا شباب ما تجيب ليش داري قريبة أما هز شريفة مالك المغبون اللي قاعد قاعد في الكرفة يستنى. الله يبارك. قل لي قبل كل شيء ربيبك الزيدون يحبش يخدم على روحه. لا ريتني حال الدير تشغيل هوني أنا امشي شوفوا وحدك. على خاطر أنا توا يلزمني محامي يتلهب أموري وبالنوازل بتاعي. إيه لا على بنشوف على قريب محامين مش محامي. نرجس يا نرجس هيا بنيتي نشدوا دارنا قبل ما نقوم القيامة. نسيك يا سي معتوه وخزيت. عليها خزيت؟ أنا أقول لك نسيك وتقول لي خزيت؟ بالطبيعة قلبت حانوتك زعمة بازار ومعلق فيها زوج شوالق وزوج بنادر. شوف الرجال شوف سي عمار السمسار شملة كرهبة وسايق في وسطها ويعوم ويغطس في الملايين. كل حد وقسمه. ما هوش كل حد وقسمه. انت الفرع اللي خليتها لك طلعت مشومة قروم عليك هاك هاو با معتوف لازم سمعني في كلمة. لا باس هيا ندخلوا للدار. لا مش في دارنا ومش قدم أمي. ماذا بي في حانوتك؟ قالوا لي البطاقة العمرية بتاعي دولها عندك. تحب نطلع لك عليها نسخة؟ مش هذيك اللولة بكل اللي فيها اسمي صحيح. زيدون باش فريتك؟ عسلامة بابا. عسلامة ماما. عسلامة عسلامة بنيتي. ارتاح حتى انت تخرج من الصباح تروح كان المغرب. شنو لقيتوش حاجه الاخر؟ والله شيء سقينا تكسر وتعبوا مدوره والنافع ربي تقول عليهم الكل فرد كلمه. اللي كل داره نمشيو لها طلع شو يقولوا هاتوا المطلب نتاعكم تو نجاوبوكم. وانت وينو هذا سيفان؟ علاش ما جبتوش معاك على الاقل يلعب معايا شطرنج ويطير شويه قلق؟ روح للدار اللي يسكن فيها مع جميع اصحابه اش تحبوا يعمل. شوف يا بنيتي علاش ما قلت لهمش يخدموه في المنصب اللي اقترحوه عليك هكاك تقعد بحذايا وتونسني. سخاني ما مشيتش وما تكلمتش. اللي نقولوا الكلام هذا يقول لي مش انت اللي تختار احنا اللي نختاروا. انت زاد شديت فيه صحيح حتى خليت صدق بلاك ويتمسخر علينا في كل محفل. اسمع يا دوشة انا نحب بنتي هذه حره تختار على كيفها وتعمل اللي تحب وسي صادق يمشي يدبر على روحه. اذا كان هو سات وعمل لي كابري وانتيك انا مش حاس بيه. لو كان يهجرنا ضربه واحده انت الاولاني خلي عليك فقط. Thank you.
عسلامة عسلامة. الله يسلمك. شبيك متقلق؟ حتى شيء. شوف عمتك زاهية ساعة قبلنا. شبيها عمتي؟ ما عرفش. تقول ليش بكيت اليوم؟ والله يا بنتي شو باش نقول لك، الإنسان لازم ساعة ساعة يبكي باش يفرهد على قلب. عم سليح دار فيك زاد انتي بكيت، عينيك حمر ومنفوخين. تحبش تتعشى؟ ما تبدلش الموضوع، لازمك تقولي علاش بكيت. عملت لك حاجة؟ حشاك بنتي حشاك. ورحمة بابا كان ما تقولي شنية الحكاية، تو نمشي من هوني على المطار ومعاش نرجع. ايوا هذاك اللي يحبه هو. شكونو؟ عمك صادق. عم صادق؟ شو مجايبو لينا؟ ما هو كلم عمتك زاهية اليوم في التليفون. عم صادق كلم عمتي زاهية؟ مش قال لها؟ قال لي كنتي ولد منير نحيه من بالك جملة، والجوابات هو اللي تعرض لهم ويقطع فيهم. شنو ما هذا دلال؟ قيس قبل ما نقولك. لا ما قيسش، لما تقولي شنو ما هذوما شنو هي المناسبة؟ بابا الحاج بعثني أنا وشهناز شريني لك ثلاثة كساوي وما لازم. شنو أنا نلبس كسوة؟ شنو تحب الخدامة يبدأوا يتغيمزوا عليا من تحت لتحت ويقول لك هذا يخرج من صفنا ولا ما عادش متاعنا؟ مستحيل. إيش يهمك منهم؟ أنت توا مدير وما تنسيش أنت وليد كل شيء بعد ما عطاك بابا توكيل. مش هذا شكون تحب؟ أسمع دلال، حل وذنيك واسمعني بالقدام. أنا ما لبش كسوة، الناس اللي يلبسوا الكساوي هما اللي يخدموا في البيروات واللي ما عندهم الصنعة، أما أنا خدام على روحي. وبرا قول لبابا الحاج، قول له قالك محسن يستكثر خيرك ياسر، والله ما يجيو على جلدي. وأنا ما نلبس كسوة إلا ما نرد المعمل كيف ما نحب أنا. أنا قررت هكا، وأنت إيش رأيك؟ عندك 20 يوم هوني، ما تجيش تعلمني في هالخبر المشوم؟ ما كانش ضروري نحيركم، أما سندس لحت عليا باش على الأقل أمي ما يبقاش قلبها مقطع. وأنتم خليتوا قلب في يومكم. أسكت علي أنت، زعيم ما كان الدمع. قل لي يا سي شباب، اش معناها ما كانش ضروري؟ ها اش تقصد؟ ما هو ضروري باش نجيبوه لبلاده يتدفن هونية؟ ما عندي شكون نكلم عليه. تكلم عليه قبل، في عظمة تكلم عليه، حق كلمته هو قبل ما ترجعوا تدفنوه. لوش تخلي فيه يخرج من بلاده ويشارك في حرب غير الجهاد في سبيل وطنه، اللي مهما كان هالوطن يبقى من أعز الأماكن في العالم، المصاب بألف لوثة ولوثة. إيش بيه نكلمه؟ شنو فات اللي فات؟ أنت ما تعرفش حرب الموزمبيق وانغولا وناميبيا مرتزقة يمنشو الجسم يخليه وعظامه. اللي خلاته الاشتراكية ثم شكون حاطت عليه توا؟ ما زالش عندك خبر آخر مشومه؟ لا عندي خبر باهي باش نبشرك بيه. سمحني رغم اللي الموقف ما يسمحش، لكني مضطر نبشرك بالحق. سندس بنت عمي وزوجتي على سنة الله ورسوله كتبت صداقي، وان شاء الله نعرس وقت اللي نرجع من كندا نهائيا. حرام عليك يا بنيتي، حرام عليك، ما حبيتكش تجيني تشوفني في هالحالة هذه. مبروك وربي يوفق ما بيناتكم. عايشك خالتي فيزا،
بركة فيك. سميته يا ملك؟ أمال في سجت لا يسمي نجيب. نجيب اش يصبر ميمتك عليك يا نجيب وليدي. احنا توا يلزمنا نبداو نخدموا على رواحنا. السي محسن قاعد يضرب في ضربته واحنا عاملين واحنا ما في بلاش يا اخي. حتى احنا يلزمنا نضربوا ضربتنا. اسكال خويا محمود قول لي رفيق. نعم السي محسن قداش من كاميون لوح قال قيدو؟ على ما نعلم 10 كاميونات كي ردوها معنا 20. 10 سي محسن، 5 ليك، 5 ليك. اش ياسر؟ هكا بالضربة الأولى نولي وشطرها معاها. يجي بلا ياسر يا راجل. ما تنساش للمدة اللي فاتت الكل واحنا نسير واحد. أنت تخسرني خايف مني وأنا نخسرك خايف مني. تعرف كيفاش؟ خلينا نقصوا له كميون ولا اثنين باش ما يبانش. نقص أنت من بايك. أنا بالله لوح علي راه. اش بيك يا رفيق؟ ما شفتش هو اش عامل؟ ها؟ السلعة تدخل من هنا تتقيد وتخلص ومن بعد 10 سوايع تخرج من الباب الآخر. الفلوس حتى حد ما يعرف وين يتخبى وين ماشي. اسمع رفيق، لازمك تعفس على قلبك. ومن الليلة نبداو نخدموا. مكسح قلبك؟ اش بيك ساكتة اليوم؟ أنا ولا أنت؟ ما عجبتنيش الطريقة اللي قدمتني بها لعمي. انت قنعتني باش نتصالح معاه بعد الصدمه نتاع اليوم. ما ظهرليش كان مازال يسامحني. المهم ما هوش هو يصالحك انت، يلزمك تتصالح مع نفسك. ارتاح لك. هي تقول لي شنو شروطك وامشي على روحك. ليش بك تسرعت؟ مازلت بحذاك. انا الجمعه جايه مسافر مش الليله. ما عادش نلقاك تفكر في حقك وحدك. حتى انا عندي عليك حق، العالم كله عنده عليك حق. لازمنا نمشيو. عمتي وسي سلاح راهم يستناو فينا. وغدوا عندي اجتماع الصباح والعشيه حفله نادي خميسترنا. الصباح سياسه والعشيه موسيقى وفي الليل ناوي تايب عليا فلسفتك السماح. يا لدوجة تفضلوا تفضلوا. البركة فيك اختي نفيسة. ربي يصبرك يا خيتي. والله يا حبر ما سمعنا. قلت له ناخذ تاكسي ونمشي نجيب محسوب ولي. معايا يا لدوجة
يا حاج ولا نتكلم؟ اش باش تقول؟ اش مازال عندك ما تقول؟ إذا لقيت الوثائق والله أعلم ربما يلقاهم لك عم سلاح ربي فضله، ما تعمل حتى شيء حتى نرجع من كندا. بسلامة عم سلاح. بسلامة، ربي يجيبك في الصواب ولدي. عايشك، ما تكثرش عليها بالنصايح، راسها يوجعها في سحر. فين ماشية؟ مش نجايك؟ لا لا، عندي كرهبة مكرية يزمني نرجعها للمطار. سلامة بنت عمي. اهلا سيك يا حفيدي. اشني يا حبيبي؟ لبس انت يا مرحبا. اشنو هو سارح لي بالبنيات؟ هكا هو مشات العصافر، جات البنيات والكاري. يا حبيبي نرجس نرجس نرجسوسه. ليه اللي في يدك يا نرجس؟ ها؟ حنطين؟ راه ثبت. يا اخي هذا ماهوش انا اللي في التصويره. ايه تصويرتك يا شيخ. اش تعمل عند البنيه نرجس؟ والله يا شو نقول لك؟ ها؟ يا مبخوت! نعم؟ ايش ايش؟ في الامر سر ولا شنو؟ ايه ايه. مبخوت. نعم سي معتور. اش تعمل تصويرتي عند بنتي نرجس؟ حمتين اعطاها لها. حمتين؟ اش تعمل التصوير عند نرجس؟ تتكلم يا بخوت. شنو؟ تو تهبلونيش تتكلم انت؟ تتكلم تتكلم. نرجس دخلت البازار لقات صورك مع القيل، قامت تضحك. يا اخي اعطاها تصويرتك. سارة هما تشاور. قول لي ها. تبعنا 2000 ووصينا على 5000 كعب. لا عمتي لا لا لا، انا اسد علي الرياحي وما في باليش ولا نلعب في الفريق القومي. يا سي معتور، الصواح بالصف على تصاورك، ما فماش واحد تخلى هنا وما شراش تصويرتك. راهم يوم بعد تصور اللي كيفك. الصواح انا شوي. ضربتوني في الصميم. ايه معتوك، بعد هزك ودلالك وليت تصورك منتشرة في البلدان. كراكوز حشاك عادي. لا لا لا، كراكوز ورز. ايه يا حسرة، يا حسرة للحوبة كيف كانت، ويا حسرة على القدر اللي كنت تتمتع به. كهو حمتين وفي القدر وفت العيشة. غدوة الحي دامت انا والعائلة الولدي زيدون، قل له شوف لي حل. اش بزاه هذا؟ أيوة اليوم كراكوز، ربما غدوة ولا يموت بيلا عندك. كهو لا لا، يعيشك يعيشك من فضلك. ما فهم شكله فلوس فلوس. الله الله، شنو ورثني بعدها؟ حشاك سي محسن، اعجاب والله اعجاب سي محسن. خلال الواحد عيب باش يتمنى يولي كيف الاخر منه. سي محسن انت راك مثلي الاعلى، انت ولي نعمتي. سي محسن تعرف اللي انت وليت مخطر برشا، توا اللي راونا الكل يقولوا اللي احنا ولينا فوله وتقسمت على اثنين من الوجه ومن الاقفاء. الحمد لله الحمد لله اللي ربي حقق لي اللي نحلم به. سي محسن سي محسن ما تنساش اللبسه اللي لابسها هذه الكل نتاعك انت. شكون استاذنت انت باش تدخل؟ تفضل تفضل اخرج انت. اقعد يا عقول. ملك كيفاه قال لك سي كريم؟ قال لك هو يخرج من الحبس من هنا وانا ناخذ بقعته من هوني. هو اللي قال لي. هو اللي قال لك؟ قال لي ما تقولش الكلام هذا لسي محسن. ايوه انا قلت له اسرق الوثيقه من الاداره اللي تخدم فيها وكري السكرتيره بالفلوس باش تاخذ الدوسي وتخرجوا لبرا. لا حشاك سي محسن. تعرف شويه اللي عملت له محامي من اكبر المحامين في البلاد سي زيدون المغراوي، وجاب ربي ما عملتهاش العمله، ما كانش راني غلطت اكبر غلطه في حياتي. لا حشاك سي محسن. تصور انا اعمل له محامي دفع لي خرجه من الحبس باش انا ناخذ بقعته. لا حشاك سي محسن،
يا زيني من حشاك حشاك. قل له يا لندرا كلامي صحيح ولا غلط؟ لا حشاك سي محسن، لا حشاك سي محسن، لا حشاك سي محسن. يا سيدي شديت له في الغناء لين ولا يكحل. هو اكيد تو مازال ما سمعش اني خرجت من الحبس برا. يا دي هو متولي بيك خلاص. انت هو انا هاني قدامك، واعوذ بالله من كلمه هاني قدامك، ما سالنيش حتى شنخت. هاك تشوف ها 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 كسوتي قد حق كسوته 10 مرات. باك عاد انت تضحك وراك. تو ماكش ناوي تخدم على روحك. نقصوا من الحس على خاطرنا يا غدوه صبحا نخدم. رجعتي تخدمي خالتي مبروكه؟ بالله ليش عليك هالتعب الزايد؟ بالله ول ما يساعدكش ما يساعدكش نخدم. ايش بيه وليدي؟ فهم لو شيء انت ماك خليفه ولد الذهبه بنت خالي. هيه وليدي الشهريه راهي قاعده توصل والكراهه ماك تخلص فيه. والقفه اللي تكالي فيها كل يوم تكالي فيها وحدك وليدي راهي توصل. تي هو ملي تخلى كريم ولدي للحبس خليقتك ما ريتهاش. الباب والثنيه نتاع دارنا نسيتهم. فراشك من نهار اللي مشيت هاوينها بريحتك استنى فيك. باهي نسكت عليا انت. كلام فلقت على قلبي حبيت نقول متفلق. صباح على خير يا كريم وليدي. صباح على خير. صباح على خير يا خالتي مبروك. شبيك اخي؟ ولا كنت تشوف عندها الحق. ناري ما عجبتنيش كان هذه فراشك وبريحتك. والله يا عم برفان جديد صعب. برفان جديد؟ انا 50,000 برفان من الناس ونشي في ريحه خالتي. شنو ريحه البرفان اللي عندك انت؟ تدر عليه. انت بزيدي انا ساقط ونذل والكلام الكل قلته لي في القهوه. انت صحيح تمشي تخدم على روحك. لك سندس انت ما تعرف سندس. قالت لك غدوه تصبح في البلول. عاد دبرتها لك دبر. سندس؟ اي. ما عمرك حسير ها؟ بعد ما كنت عارف نولي سانا وعند شكون؟ عند مراه كانت تجري عليا باش ندبر لها دوسي مش نتاعها. ما حلاني يا حسير. لا لا زيد انا مروح للبلاد باش تلعب ارضي وبموري غادي.